بعد شر، ربنا يحفظنا يا حضرة يا دي والنبي. طيب سؤال بقى تاني، لو انا شاكه ان انا موبايلي مخترق اتاكد ازاي او اامن نفسي ازاي؟ طيب برضو السؤال ده مهم جدا. لو شاكه او حد مثلا شاكك في حد انه مخترق موبايله، هي الفكره كلها انك هتنزل برنامج اسمه انتي سباي موبايل من المتجر. انتي سباي موبايل لونه اخضر كده، لونه اخضر كده، موجود في المتجر. اول ما تفتحيه كده حاجه الاندرويد والاثنين ولا اندرويد؟ لا الاندرويد دلوقتي انا بتكلم. هو الفكره كلها البرنامج ده انا يعني بساعد بيه متابعيني برضو على الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي تيك دولف. بيخش على الصفحه، بقدر عن بعد اوريدي اساعد المتابعين بالبرنامج ده، انه بيخدمني، بيكشف لي اللي على الموبايل مخفي، بيوروني النتيجه في نفس الوقت، بيقول لي البرنامج ده مخفي هنا وده غلط، او البرامج اللي واخده برميشنز زياده او اذونات زياده. فانت ان هي تدخل وتعيش حياتها في الموبايل بالظبط. فانت كشخص قاعد في البيت عايز تتاكد من البرنامج انتي سباي، من في برنامج مخفي بيتجسس عليك او لا، هتنزل البرنامج ده. لو لقيت اول خانه اكتر من اكتر من زيرو غلط، يعني لازم اول خانه دي اللي هي مكتوب عليها سباي وير لازم تكون زيرو. ليه؟ لان لو زيرو كده كده ما فيش اي برامج مخفيه جوه، يعني مفيش حد بيتجسس عليك او حد كده. براءه. كده براءه. انا حاسه ان عايزه اقوم افتح موبايلي دلوقتي انزل البرنامج اتاكد اشوف انا امان ولا ايه. طيب خليكم فاكرين يا جماعه، انتي سباي موبايل عشان تنزلوه تطبقوه على موبايلك كده وبتاع. طيب